أوضح محافظ شمال سيناء لواء محمد عبد الفضيل شوشة أن هناك ما يقارب 12 ألف مواطن بالمحافظة قد أجروا الفحوص خلال 3 أيام فقط من بدء تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة بشمال سيناء. وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي حول ما تم إنجازه من المستهدف من المبادرة، قال شوشة أن هناك 80 فريقا طبيا مجهزا لاستقبال المواطنين وإجراء الفحوص المختلفة لهم، مشيرا إلى أن عدد المستهدفين في شمال سيناء يتجاوز 250 ألف مواطن.